السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابري والنحل، القناة التعليمية. موضوعنا مهم ومهم جدا ويهم جميع الإخوة النحالين في الوطن العربي بالذات. هذا الموضوع هو المنخفض الجوي الذي يأتي فجأة، فإذا أتى يقضي على خلية النحل. هناك عدة نقاط يجب على الأخ النحال الالتزام بها وتدارك الموضوع قبل فوات الأوان. من أهم هذه النقاط هو عدم تقديم التغذية السكرية السائلة لما لها من تأثير سلبي على خلية النحل، وتسبب رطوبة داخل الخلية مما يسمح لتكاثر البكتيريا داخل الخلية والقضاء على النحل داخل الخلية. فبهذا الإجراء يجب على الأخ النحال أن يقدم تغذية جافة حتى تمتص الرطوبة وتلبي حاجة الخلية. وكذلك من ضمن الإجراءات التي يجب على النحال الالتزام بها هي عدم الاستعجال على قطف العسل ورفعه من داخل الخلايا، فالاستعجال يورث القضاء على النحل. وكذلك من ضمن النقاط المهمة في مثل هذا الوقت بالذات من تقلب المناخ، عدم رفع الدور الثاني أو العاسلة لما له من تأثير سلبي جدا ومميت على النحل وعلى الحضنة داخل الأقراص. فيجب الحذر والانتباه لمثل هذه النقاط المهمة. وكذلك من ضمن الإجراءات التي يجب على النحال الالتزام بها هو عدم التقسيم في مثل هذه الأوقات لخطورة هذا الوضع. فيجب على الأخ النحال أن ينتظر حتى تستقر الأوضاع ويستقر المناخ. فالمنطقة منذ عام وهي غير مستقرة في الأجواء والمناخ بشكل عام في جميع بلداننا في الوطن العربي. وكذلك من أهم الإجراءات التي يجب على النحال الالتزام بها هو عدم مكافحة الفاروة في مثل هذه الأوقات، وكذلك عدم الكشف على الخلايا بشكل عام وتركها حتى يذهب هذا التذبذب في المناخ. فيجب على الأخ النحال تدوين كل المعلومات التي يحصل عليها والتي يراها أمامه سواء داخل الخلية وخارج الخلية حتى يتفادى الوقوع في المصيبة. فالتدوين من أهم النقاط المهمة في تربية النحل. على العموم ذكرت بعض النقاط التي دارت في رأسي لأهمية الموضوع، ويعذرون إذا كان هناك بعض التقصير، ودمتم في رعاية الله وحفظه.